بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي واستعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وامام المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الاسعد الامين، وعلى ال بيته وصحابته اجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ايها الساده المشاهدون الاكارم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير وتقبل طاعاتكم صيامكم وصلاتكم وسائر اعمالكم امين حديث الليله سيكون في شفى القاضي عياض عن فصول جعلها القاضي عياض للحديث عن الآيات المادية والمعجزات الحسية التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله: ما أوتي نبي من أنبياء الله معجزة أو كرامة إلا وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنسها. والليلة مش باش نستعرض معاكم دقائق وتفاصيل هذه المعجزات الحسيه لان الوقت لا يسمح ولكن ربما ساذكر بعض هذه الامور التي حددها القاضي عياض في الفصول المذكوره فذكر لنا رضي الله تعالى عنه انشقاق القمر وحبس الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا معجزه تفجير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وذكر لنا كلام الشجرة له وشهادتها له بالنبوءة صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا تلك القصة المشهورة قصة حنين الجذع، ذلك الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فلما تركه لمنبر صنعه له صحابته إذا بالجذع يشتاق له، شوفوا جذع كيفاش يشتاق لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا أمورا أخرى ومنها إبراء المرضى وإجابة الدعاء إلى آخر ذلك قد يتساءل السائل ما العبرة وما الغاية من هذه المعجزات ومن هذه الأمور التي تخرق العادة لأن هذه أمور حسية رآها من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها رأي العين رأى هذه الأمور وهي تخرق العادة أحنا اليوم في الزمان هذا ماذا نستفيد من ذلك في الحقيقة نستفيد درسا كبيرا ودرسا عظيما في ان خرق العاده يجعلنا نخرج من ذلك الروتين الذي جعلنا نتعامل مع النعمه وكانها امر واجب وفي الحقيقه هي امر ممكن الا ترون ان الامطار احيانا في فصل الشتاء تنحبس علاش هذا باش نتذكر نعمه الامطار ألا ترون أن الشمس اللي نشوفوها كل يوم في كبد في كبد السماء أحيانا تنكسف عندنا ظاهرة كسوف الشمس بالنسبة للقمر كيف كيف أحيانا في الليل يختفي هذا القمر وهي ظاهرة خسوف القمر الأمور هذه الكل اللي تخرجنا من العادة في الحقيقة تشير لنا إلى أن نتوقف مع ربنا سبحانه وتعالى هو المؤثر وليست العاده ليست المخلوقات هي المؤثره في نفسها ولكن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر وهو الخالق وهو الرازق فاليه نتوجه واليه نضرع ربي سبحانه وتعالى في سوره النمل يقول امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه هل مطر هذه اللي نزلت من السماء هل هي اقل اعجازا من الماء الذي ينبع من يدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلق هذا من خلق ذلك الماء الذي نزل من بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ومن خلق ذلك الماء الذي ينزل, ينزل من السحاب ومن المزن هو الله سبحانه وتعالى وفي كلتا الحالتين وفي كلتا الخلقين اعجاز وإظهار لقدرته سبحانه وتعالى هذا الماء اللي منه تنبثق حدائق وزروع نفس الماء وأحيانا في نفس المكان تجد هنا يطلع شجر بالعنب وهنا بالكروم وهنا بالخضروات وهنا بالزياتين نفس المادة أدت إلى أمور مختلفة لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المؤثر وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الشافعي حين هك الورقة الصغيرة ورقة التوت تعجب ورقة التوت جعلته يعني يثبت وجود الله سبحانه وتعالى قال هذه ورقة التوت لما تكلها دودة الحرير يخرج حرير لما يكلها غزال المسك يخرج مسك لما تكلها النعجة يخرج حليب وأحياناً مخلوقات أخرى تكلها وما يخرج حتى شيء من المؤثر؟ هو الله سبحانه وتعالى. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسيه تخرجنا من روتين العاده حتى ننظر في الكون بنظره العابد بنظره المقر بقدره الله سبحانه وتعالى وبإرادته وهذه في الحقيقه هي العباده الاصليه عباده التفكر وعباده التذكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كل احوالهم ذكر للمولى سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار استحضر هنا ايها الساده المشاهدون قصه جميله للامام علي كرم الله وجهه جاءوا سالوه بعض الناس قالوا يا امير المؤمنين هل رايت ربك سؤال عجيب هم ربما يبحثون عن كرامة فإذا بالإمام علي يجيب وقد ولسان حالي يقول للمسلمين بكلكم تنجموا تكونوا أصحاب كرامة لكن إذا أعملتم النظر يقول لهم أفأعبدوا ما لا أرى بلكش تحسبوني نعبد في من لا أرى قيل وكيف تراه فأجاب بقولة شهيرة قال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان المسلم في الحقيقة لما ينظر إلى تلك الأم اللي تحمل الجنين امتحها تسعة أشهر في بطنها ثم يخرج ذلك الجنين مولودا باكيا هذه مش معجزة ولا لأنها تصير مليارات المرات أصبحت روتينا لا هي في الحقيقة معجزة المطر لما ينزل من السماء معجزه الفلك لما يسير في البحر معجزه وفي انفسكم افلا تبصرون النفس طالع هابط عند الانسان معجزه الدوره الدمويه معجزه الهضم معجزه الكلوه معجزه الكبده معجزه نحن نعيش في معجزات متواصله وكل الكون معجزه لكن الذي يجعلنا يعني نغفل عن هذه المعجزات هو شنو؟ هي تلك العاده، فجاءت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات الانبياء الحسيه لتخرق العاده، لتقول لك لا تكن عبدا للعاده انما كن عبدا لمن خلق العاده ولمن سن تلك العاده. ابقى دائما مع الامام علي سينظر الى مخلوق صغير نراه كلنا، فماش واحد ما شافش منا نماله. في البيت في الشارع في الحديقة لكن وقت نشوفه نمالة قاعدين نعبدوا ربي وإلا قاعدين نشوفوا في النمالة تعديت حاجة طبيعية وحاجة عادية لا رد بالك هم المؤمنون هم أولياء الله الصالحون يقول الإمام علي انظروا إلى النملة النمالة إلى صغر جثتها ولطافة هيئتها تناسق كيف تمشي النمالة مش ربو تشوف تناسق يمشي كيف دبت على أرضها ووصبت على رزقها تخرج تاكل فتنقل الحبة إلى جحرها وتعدها نمالها كالصغيرة في مستقرها تجمع في حرها لبردها مكفولة برزقها فمش نمالها تخاف على رزقها مرزوقة بوفقها بتوفيق المولى سبحانه وتعالى لا يغفلها المنان ربي ما يغفلهاش ولا يحرمها الديان ولو في الصفاء اليابس والحجر الجامس تعيش على حجره في التراب في, ال في, ال في, في, في اي بقعه في الارض رب يرزقها لو فكرت في مجاري اكلها وعلوها وسفلها وما في جوف بطنها وما في الراس من عينها واذنها عند عين وعند اذن وعند امعاء لقضيت من خلقها عجبا ولقيت في وصفها تعبا فتعالى الذي اقامها على قوائمها وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه في خلقها قادر سبحانه نماله صارت عباده نمله تراها تمشي او تدب تصير عباده هكذا هم اولياء الله الصالحون الذين ذكروا في الحديث القدسي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه عن ربه حين وصف اولياءه فقال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كل سمعك موجه للمولى وبصره الذي يبصر به كل بصرك موجه للمولى ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وما مكافأة ذلك يا رسول الله وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لا أسأل الله لي ولكم حسن الختام وحسن القبول والتوفيق لصالح الأعمال وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته